لا يداوم عليه. الأخ أنس شيخنا يقول إذا توضأ الإنسان وهو سيذهب إلى صلاة الجماعة، فهل السنة أن يصلي سنة الوضوء في البيت، أو أنه يذهب ويبادر للمسجد وينويها مع تحية المسجد؟ إن كان الوقت متسعا فالأفضل أن يصلي سنة الوضوء في البيت لقرب ذلك من وقت الوضوء، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء بعد المكتوبة صلاته في بيته. وأما إذا كان الوقت ضيقا ويخشى من إقامة صلاة الجماعة فإنه حينئذ يبادر إلى المسجد إن وجد متسعا من الوقت صلى.